الأشواط شوطنا الثاني عشر الخاص، هنا أيضا بالثنايا القعدان المهجنات الأصايل لهجني أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول والصدارة ومقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل الشارد خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني والمنطلق شاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بن كديدة الفلاسي، من يأتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق حشيم محمد بن كاسب بن خليفة لمسافري، من يأتينا ثالثا. بينما المركز الرابع، المركز الرابع يأتي الفاتن عبد الله بن راشد بن محمد بن زقيبة المري، من ينطلق هنا بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي. هناك أرى الوصول في هذه اللحظات، هناك التدخل لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، من يأتينا بهذا الانطلاق المميز الجميل على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس هنا الوصول من ايضا مسكت المبارك بن محمد بن زايد الخيارين، من ياتينا سادسا. وفي المركز السابع ياتي مبلش خليفه بن سعيد بن عاضد المهيري، هنا ايضا بهذا الانطلاق سابعا. وفي المركز الثامن الفارس لسعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، وياتينا صغان لسعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي، هنا منطلقا ومتحديا. بينما المركز العاشر الرياضي راجح بن محمد بن طالب بن عقيل، من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا التحدي المميز الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا التحدي المميز الجميل والشارد. شارد بالمقدمة وبالمركز الأول، الشارد هنا من ينطلق بالتحدي وبالإثارة. مشاهدينا الكرام، خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري ينطلق هنا بالشارد بوليد في هذا التركيز المميز الجميل مع الشارد على الصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني ويأتينا شاهين سعيد بن عمير بن عبيد بن كديدة الفلاسي، وهناك حشيم لمحمد بن كاسب بن خليفة بن سيف لمسافري، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع صغان سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي، من يأتي رابعا. وفي المركز الخامس مبلش خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري، ويأتي مسكت هنا مبارك بن محمد بن زايد الخيارين وبن زقيبة هناك بهذا الانطلاق المميز الجميل مع الفاتن عبد الله بن راشد بن محمد بن زقيبة المري، من ينطلق سابعا. وفي المركز الثامن، المركز الثامن الرياضي راجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري، وياتينا برق لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان ايضا قادم بكل قوه في هذه التحديات الجميله الجميله. المركز العاشر، المركز العاشر الفارس لسعيد بن عامر بن نعفوس المنصوري، من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة.
تابع مشاهدينا الكرام الشارد هنا المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة، على المقدمة. خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري هو المسيطر على زمام الأمور مع الشارد، هو شارد بالمقدمة وبالمركز الأول. المركز الثاني حشيم محمد بن جاسب بن خليفة بن سيف المسافري من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث شاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بن كنيدة الفلاسي. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع صوغان لسعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي المنطلق هنا على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس الفاتن عبد الله بن راشد بن محمد بن زقيبة المري هنا من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس والمنطلق على سادس المراكز هنا الرياضي القادم لراجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري من ينطلق هنا شعار البرنس بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات والإثارة. يا ما صال وجال هذا الشعار على أيضا هناك النذر من أيضا المشاركات المتميزات مثل الدوحة ومثل هناك العاصمة وهناك العديد والعديد أيضا من السبق والإنجازات لهذا الشعار المميز الجميل. هنا الوصول أيضا بهذه اللحظات من قبل هنا مبلش خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري من يأتي بمبلش على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن مسكت مبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع مسكت على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع هناك ياتينا جساس ساري بن محمد بن كراز المهيري. والمركز العاشر الفارس سعيد بن عامر بن نعفوس المنصوري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. غادر حزام الغابات ولوحة 3 كيلومترات. الصدارة والمقدمة مع الشارد، الشارد لا زال مسيطر، لا زال مسيطرا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. خالد بن سعيد بن بروك الحميري يقدم لنا الشارد على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصل الرياضي، وصل الرياضي يتسلل من مركز إلى مركز. الرياضي، الرياضي راجح بن محمد بن طالب بن عقيل ينطلق بالرياضي على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بن كنيدة الفلاسي. وهنا ياتي صغان لسعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي. والفاتن، الفاتن هنا عبد الله بن راشد بن محمد بن زقيبة القادم ايضا هنا على المركز الخامس. وفي المركز السادس حشيم محمد بن كاسب بن خليفة بن سيف المسافري مع هنا ايضا حشيم هذا الانطلاق بن عاضد قادم على المركز السابع مع مبلش خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري من ياتينا سابعا. هذه هي النتيجة التقريبية للمراكز الأولى هنا مع 2 كيلومترات ومدرج الهبوط. هو الشارد لا زال شارد بالمقدمة، شارد بالصدارة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. خالد هنا بن سعيد بن خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر بالشارد على صدارة هذا الشوط. وفي المركز الثاني، المركز الثاني، مركز الثاني ياتي الرياضي راجح بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق صغان سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي. والفاتن عبد الله بن راهد بن محمد بن زقيبة على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مبلش خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري. الجاسر ساري بن محمد بن كراز المهيري ايضا قادم، ولكن هنا الفاتن على صدارة،
الفاتن على هنا الشارد، الشارد على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. الفورد الشورد الشورد خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري المسيطر، والرياضي قادم، الرياضي قادم هنا، الرياضي وصغان، الرياضي وصغان، الرياضي لرجاء راجح بن محمد بن طالب بن عقيل وصغان لسعيد بن محمد بن حميدان. الفلوس يا سلام، التحديات، ولكن الشارد الصامد على المقدمة، صامد على الصدارة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع 800 متر الأخيرة. الشورد شرد يا شارد، هنا خالد بن سعيد بن عبد الله بن مبروك الحميري، ولكن أرى صغون 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 صغون، يتسلل صغون من عمق الميدان إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول مع بن حميدان سعيد بن هنا. هذا الانطلاق بن محمد بن حميدان الفلوسي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الرياضي راجح بن محمد بن طالب بن عقيل من يأتي على ثاني المراكز، ولكن هنا صدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط مع صغان من سيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. سعيد بن محمد بن حميدان الفلاسي، سلوم سلام للعوير، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، هذا الانطلاق المميز. ها هو تشاهدون صغان على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. تهانينا وناموس بن حميدان على هذا الفوز. المركز الثاني الرياضي لراجح بن محمد بن طالب بن عقيل، المركز الثالث وصار الشارد على المركز الثالث خالد بن سعيد بن عبد الله بن مبروك الحميري، مركز الرابع مبلش بناتانا، رابعا خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري والجاسر، ساري بن محمد بن كراز المهيري رابعا المركز أو المركز الخامس، وسادسا حشيم محمد بن كاسم بن خليفة بن سيف المسافري. وهنا التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاهدينا الكرام صغان إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، 13 دقيقة 15 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس لمالك صغان سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي، بينما المركز الثاني كان الرياضي راجح بن محمد بن طالب بن عقيل قاطع المسافة، 13 دقيقة 17 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب الشارد خالد بن سعيد بن عبد الله بن مبروك الحميري، من أتانا على المركز الثالث قاطعة مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 23 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية.